في التفوق النصراوي الذي منح الأصفر النقاط الثلاث الأولى في بنك الدوري. والله الجمهور ينحق الراس وادعى الراس يا زلعي، ادعى الراس يا زلعي. وفي المدينة المنورة تغلب الأهلي على مضيفه الأنصار بهدف وحيد سجله لاعبه العماني عماد الحوسني الذي استغل كرة أكثر من رائعة من الظهير الأيسر نصر الحربي ليسدد في الشباك الأنصارية هدفا أهلاويا رائعا جلب النقاط الثلاث للرصيد الأهلاوي. حضر العماني من جديد، حضر العماني الحوسني، حضر عماد يسجل أول الأهداف. وعلى استاد مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة تمكن الشباب من تحقيق الانتصار على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف. افتتح إبراهيم يتارى التسجيل للشباب قبل نهاية الشوط الأول من ضربة حرة مباشرة، واستطاع الفيصلي إدراك التعادل عن طريق داريو جريكت بتسديدة من خارج الثمانية عشر. لكن هداف الدوري العام الماضي ناصر الشمراني أحرز هدفا ثانيا لفريقه بتسديدة من داخل صندوق الثمانية عشر ليعود فهد حمد مع نهاية اللقاء ويسجل الهدف الثالث للشباب. قبل ما اتكلم عن مباريات الاربعه الكبار عطنا اياهم او الاربعه مش اصحاب الأربعة بلاش الاربعه الكبار اصحاب المراكز الاربعه الاولى يلا عطني انا هذا توقع انا اقول لك انا بحسبها سته لكن لما تقول لي اربعه قلت انا ما قلت انت تقول لي انا اقدر من الحين اعلمك من الاربعه حق الموسم ايوه عطني الاربعه لكن اقول لك حط في بالك ابو باسم ترى يزعل عليك شوف ابو باسم عزيز وارجو ان ما يزعل يمكن ما يعرف ابو باسم هذا عضو شرف اهلاوي علي بوكشان الاهلي فريق كبير وقوي والعام حصل على بطولة ولكنه إذا أخذنا على مستوياته العام يعني يخسر مباريات يا أبو فيصل حرام يا حبيبي احنا ما نبغى تبرير انت عطني اسم الاربع فرق وانت وانت والمشاهدين والمستمعين ذكرت لك النصر الاتحاد الهلال الشباب الاربعه هذول بالمراكز الاولى اذا ما جت جديد والله والاتفاق ثالث الدوري الاتفاق والاهلي مرشحين كخامس سادس مع الفرق هذه يعني هذه نظره بالاستعدادات احنا اليوم كم في الشهر اليوم 12 لا احنا اليوم دخلنا 11 سبتمبر اوكي بيننا وبينك نهاية الموسم يا شباب ذكرونا هالتاريخ الله يخليكم حطوه عندكم نبغى نذكر حلقتنا يوم 11 سبتمبر نهاية الموسم بنجيب ابو فيصل ونقول ترى انت قلت لنا الاربع فرق انت طلع صح يعني هذه تعتبر قراءة عمرها ما صارت في اي برنامج رياضي من اول جولة انت تحدد الاربع كبار وان طلعت غلط تواحد احدد لك ليه بطوم بس ما ابغى احدد من الاول والثاني يبقى الاربع بس من دخلنا بحره على الاربع الحين الاربع وما الاول اقول لك من الاول والثاني طيب خلينا نتكلم عن النصر شفت مباراه النصر انت نعم كامله في اشياء كثير تستحق الحديث المحترفين النصراويين الاداء الفريق الرائد اللاعب رقم 10 فالرائد مشعل وسألنا عن مشعل عنزي خالد راضي قدم مستوى جيد فريق الرائد واضح فعلا لما كان يتكلم عندنا هنا أبو بندر رئيس نادي الرائد قال إنه راح نقدم مستوى قوي وفعلا قدم مستوى قوي فضل لا شك الرائد فريق متعوب عليه السنة هذه يعني صراحة جلبوا لاعبين محليين ولاعبين أجانب يعني فريق قوي وأحرج النصر كثير اليوم ويعني صراحة أبدع الكابتن خالد راضي وهذا اللي استغرب ما ضم المنتخب على مستويات رائعة هدف الزيلعي طبعا هدف مدروس هدف يعني جميل جدا ويمكن الأجمل فيه أنه هو الوحيد في المباراة يعني حسب النتيجة فالنصر اليوم لا بأس يعني قدم مباراة لا بأس لأنه ينقص الانسجام خاصة معظم اللاعبين خاصة اللاعب الكولومبي ما أنضم إلا مؤخرا لم ينسجم كان صراوي بداية جيدة لك لا بأس لا بأس يعني نعم محرجة كبداية لازم يعني ثلاث نقاط أهم شيء في المباراة يعني أنا راضي اليوم كل الرضا يعني فهد راضي ليس خالد راضي
الرائد نبيل؟ والله شوف الشوط الثاني انا شفت مباريات كثيره من الشوط الثاني. الشوط الثاني كان زي ما قلت اللاعب مشعل كان ادى دور كبير وكان في اداء في نادي الرائد، كان يحاول وكان في هجمات خطيره، اعتقد ان كان في يعني فيه مجهود بذل نادي الرائد وكان متفوق في كثير من فترات الشوط الثاني. تغير الرائد على الموسم الماضي؟ تغير على فكره ابو الاستاذ فهد مطوع. انا مره اذكر اني في احد المناسبات كان نادي الرائد احتفاليه وكذا، كانت احتفاليه ببقاء نادي الرائد الموسم قبل الماضي لما كانت في مباراه الفاصله. كان والله يعني شوف الرجل هذا انا لا اعرفه شخصيا يعني ويجلس، لكن من خلال قلت له انا يعني كذا من ضمن الجلسه قلت له نادي الرائد عانى كثير هذا، قال لي والله بالحرف الواحد انا اذكرها لا زلت يعني قبل موسمين، قال لي تبي تشوف الرائد السنه الجايه واللي بعدها رائد مختلف. قلت كيف؟ قال هذه ان شاء الله حندرس الان الوضع وكذا وحيكون في لاعبين جديد، وفعلا الان انا اشوف الموسم الماضي وهذا الموسم كان فيه لعيبه جدد، يعني كان فيه زي ما صار يعرف وش يبي، صار ايش يبي وصار في دعم مادي كبير منه، يعني صراحه يبذل الرجل المدرب معليش المدرب جوميز ترى له دور كبير فعلا. المدرب ترى جيد، واضح انه جوميز عارف النصر يعني عارف بعضهم لانه انضم ناس جديد، بس هو مدرب جيد يعني عموما. على فكره النصر يمكن الان اخذ بالمبدا يقول لك لا يلدغ من جحر مرتين. العام وقبل عام كان الرائد يتفوق على الشباب في اول مباريات، تذكر العام الماضي كان دائما بدايتهم مع شباب فوز. النصر يمكن حط هذه المعلومه ايضا او هذه القناعه في مخيلته قبل المباراه، وفعلا يعني النصر اليوم رغم انه انا ضد فهد ما كان مقنع اداء النصر، اذا كان بهذه الطريقه بيكون في احراج. لا انا قلت لا باس كمباراه اولى وما في انسجام وخاصه يعني هو كبدايه. انا اعتقد بدايه النصر، انا اعتقد انه بدايه النصر بس في هذا الموسم افضل من كانت مباراه الاولى في الموسم الماضي. طيب المحترفين النصر والله بالنسبة ل مسير جيد يعني قدم وقدم عرض جيد بالنسبة لعنتر كويس. في فرق بين مرسير في مباراة ودية ومرسير في المباراة اليوم؟ طبعا اليوم لعب قدم مباراة وكان أول يلاحظ بعض المشاهدين بعض المتابعين يقول إنه ما يقطع كور يسلم، لكن ما اليوم شاهدناه يقطع كور يخلص كور كثيرة لأنه هو ميزته إنه يخلص كورة ويسلم. أعطاك انطباع إنه لاعب عنده إمكانيات؟ نعم نعم واضح اليوم. عنتر يحيى وبينو بينو يعني ما انسجم. انت تحس انه عدم انسجام؟ عدم انسجام، ولا الرجل عنده الكابتن عنده يعني عنده امكانيات لكنه اليوم ما قدم المامول. طيب. لانه كان بدايه مباراه الاهلي خلينا نروح نتكلم بس عن الاهلي والانصار عشان بس الوقت لي يداهمنا. الاهلي والانصار ايضا الاهلي اليوم قدم مباراه جيده. عماد الحسني اللي كانوا الاهلاويين خايفين من مباراته امام المنتخب السعودي مع المنتخب العماني لما طلع مصاب هو اللي سجل هدف الفوز. الجديد يعني بتذكر في هالمباراة حضور الجماهيري، كان في حضور جميل في المباراة. طبعا المباراة في المدينة ولاحظ انه اللي قادم فريق كبير زي الاهلي المدينة، الاهلي عنده جماهير في المدينة وانضم جماهير الانصار وجماهير لابد انه يكون في كثافة جماهيرية. ومباراة زي المنطقة مشتاقة للمباراة، مشتاقة يعني غايبة عن دوري الممتازة ودوري زين من سنوات عدة من ايام يمكن 10 او 12 سنة، فمشتاقين للمباراة. على العموم هي المباراة هذه مكسب الاهلي انه طلع بثلاث نقاط يعني. الجمهور المدينة راح يعني تتوقع انه يعلن التحدي امام جماهير الملاعب الاخرى انه راح يكونون هم في الموعد في كل مباراة؟ والله لانه في انديه راح تجي هناك، الهلال النصر الاتحاد، وفي محبين كثير للانديه هذه في المنطقه وما جاتهم مباريات من فتره طويله. اتوقع انه ملعب المدينه راح يكون ملعب من الملاعب اللي يعلن التحدي لجميع ملاعب المناطق في المملكه بالحضور الجماهيري. هو ممكن هو الطابع اللي معروفه الكثافه الجماهيريه في جده مع صغر الملعب ودائما ما يكون ممتلي، بعده في منطقه الرياض اذا لعب النصر او الهلال، والمنطقه الشرقيه هذه الثلاثه الرائد والتعاون بس لا تنساهم، هي الوحيده الرائد والتعاون. وحتى لما يلعبوا مع انديه كبيره الرائد او التعاون لما يلعبوا مع النصر او الهلال او الاتحاد او جاهم منافس جديد الان ملعب المدينه. ملعب المدينه طبعا الان منافس لهم. نبيل انا اعتقد انه بالفعل يعني جمهور المدينه متشوق للانديه، خصوصا لو لاحظت الان حتى المعسكرات الداخليه في فتره الصيف تكون مدينه من المناطق الحاره، يعني ما يقام فيها اي فريق في ممتاز معسكر، وهذه نقطه ايضا. هل اعتقد انه بالفعل انا اعتقد ان بدات الان الحرب او المنافسه القويه بين الجماهير من جماهير الانديه. يمكن من حسن حظ المدينه انه كانت في اول مباريات لها مباراه جماهيريه مثل جمهور الاهلي، والحقيقه جمهور الاهلي يعني يجب ان يعني يكون الشخص يعترف بان الاهلي يملك شعبيه جماهيريه كبيره في مناطق المملكه بالذات في المدينه، يعني المنطقه الغربيه اكيد اللي بيكون الجمهور.
الأنصار والأهلي، كيف شفت المباراة؟ الأهلي يعني بداية جيدة من فترة طويلة، الأهلي عنده دائما مشكلة البدايات المتعثرة، بدأ بداية جيدة، أخذ 3 نقاط. أنا يمكن ما شفت المباراة كاملة، لكن شفت مقتطفات منها. أعتقد أن أعتقد كمان في أحداث كانت فيها طرد اللاعبين، لكن اللي لاحظت بالفعل أنه كان يمكن زي ما قلت أخوي تركي أنه تخوف الأهلاوي زال من هالمباراة إصابة الحوسني، خاصة مباراة النصر. لا تنسى الموسم الأسبوع الجاي مباراتين قوية، اللي هو النصر والأهلي والهلال والشباب، حتكون بداية قوية مشتعلة. فأنا أعتقد أنه هذه يعني برضو كان في أعطت نوع من الاطمئنان للهجوم الأهلاوي. الحقيقة الأهلي أنا أعتقد أنه قدم مباراة إلى حد ما مقنع في بدايته. تعرف الموسم الماضي ما كان افتقد إلى كثير من النقاط، وكان يفتقد نقاط، أغلب النقاط كان يفتقدها من منطقة من الفرق اللي دائما تحت المراكز الأخيرة. هذا مو بيمنع أنه مثلا فريق الأنصار راح من الآن نسلم بأنه يكون أحد المغادرين مثلا، ولكن كفريق طيف جاي أو وصيف للدرجة الأولى أعتقد أنه يعتبر ضيف يعني، وحيواجه صعوبات. لكن أعتقد أن الأهلي استطاع أنه يتجاوز هذه اللي أنا أعتقد أنها إحدى المصاعب. طيب الشباب أو الفيصلي والشباب، والله المباراة أيضا كانت قوية، وأيضا محترف الشباب اليوم يعني أعطى بطاقة تعريف عن نفسه جيدة اليوم. نعم الشباب استعد السنة هذه استعداد جيد، استقدم لاعبين أجانب على مستوى جيد والحد الممتاز، عندهم لاعب الوسط فرنانديز وهو لاعب الوسط هذا مستوى عالي جدا، وكانوا متخوفين لأنه الفيصلي المتابعين يقيسوا على مستواه العام الماضي، فكانوا يعني يتوقعون أنه يقدم مستوى قدام الشباب، ولكن أبطل مفعول هذه المواجهة نادي الشباب. النتيجة يعني فيها فارق هدفين، وثبت أنه اللاعبين والأجانب الآن طبعا شاهدنا الأهداف أنه مكسب للفريق. بالإضافة برضو النادي الفيصل أعتقد أنه خسر، بالإضافة إذا كنا نقول أن الشباب توفق الأجانب، أعتقد الفريق الفيصلي إذا كان يستمتع مثلا أو يضم أفضل مدربين الموسم الماضي، إلا أنه أيضا أنا أعتقد أنه المحترفين الموسم الماضي كانوا أفضل. أنا أعتقد من ناحية الأسماء ومن ناحية الواضح الآن أنهم أفضل من الأجانب اللي جلبهم هذا الموسم. لكن الغريب في الأمر أنه يا ترى اللي جاب الهدف الأول وسجل بطريقة جيدة ورائعة كان أحد يمكن الأسماء اللي كان معارض عليها المدرب، ما كان يبغاه تقريبا، أو كان يحاول أنه يبعد عن الفريق. فأعتقد أن هذه يمكن كان في رد قوي من البداية من يتارى للمدرب. وناصر الشمراني، ناصر الشمراني طبيعي جدا، أنا أعتقد أنه هوايته هو اللي دائما هداف دوري، وأنا أعتقد أنه بدأ من البداية يعني لاحظ أنه جاي من مباراة منتخب، يعني مع أنه ما لعب مباراة كاملة، بس طبعا ما أخذ الراحة الكافية، وليس غريب أنه يسجل ناصر الشمراني. حريص، شك واضح أنه حريص على نعم ناصر هداف من الطراز الأول يعني. فصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث.